بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نجدد بكم اللقاء، نجدد بكم الترحيب، وفي هذه الانطلاقة، انطلاقة شوطنا 14 الخاص بسن الابكار الاجداع من مسافة 5 كيلومترات. ابدأ بداية مع مقدمة الاسماء لكي يتابع من تقود المسيرة في هذه اللحظات. وداع وداع من تقود الاسماء، محمد بن عامر بن حمد الهاشمي من يقدم لنا وداع على مستوى المركز الاول. المركز الثاني يتابع القدوم والحضور في هذه اللحظات من الاسماء الواصلة والشعارات المنطلقة والباحثة عن هذا الانتصار. المركز الثاني أتابع اللي حضرت واللي وصلت شعلة، ناصر بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري مقدم لنا في هذه اللحظات شعلة على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع اللي وصلت من الجانب الآخر وتسللت في هذه اللحظات. الله 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 الله، الجزيرة لمحمد بن سعيد آل بوسعيد الخيارين مقدم لنا في هذه اللحظات الجزيرة على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت مرحبا، ومرحبا بهذا الشعار، مرحبا بصايد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مقدم لنا مرحبا على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس أتابع أتابع اللي وصلت على المركز الخامس في هذه اللحظات القادمة، الظبي لسالم بن حفيظ بن سالم النابت المري من يقدم لنا الظبي على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء للخمس الأسماء الأولى. ولكن العودة إلى وين يا صالح؟ إلى وين؟ إلى وداع وداع وداع. ومحمد بن عامر بن حمد الهاشمي من تقود المسيرة في هذه اللحظات. وداع يا وداع، والأمنية أن تنعكس كلمة وداع. الله 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 الله، يا سلام يا سلام يا سلام. هنا المركز الأول وداع يقدمها الهاشمي، محمد بن عامر بن حمد الهاشمي مقدم لنا وداع على المركز الأول. المركز الثاني أتابع اللي حضرت الجزيرة، محمد بن سعيد بن محمد آل بوسعيد الخيارين. ولكن حذاري من الوصول، حذاري من بدأ في التحركات في هذه اللحظات. ينطلق الخيارين ومنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مقدم لنا في هذه اللحظات مرحبا 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 بالواصلة، مرحبا باب الحاضرة، مرحبا بالعنود يا بن ذروة مرحبا. يقدم لنا العنود محمد بن جار الله بن سعيد بن ذروة المري مقدم لنا العنود في هذه اللحظات. وجاوز يلي تبي تجاوز. المركز الثالث اجد اللي وصلت في هذه اللحظات وعد، ومحمد بن حمد بن هادي بن حفار المري مقدم لنا وعد. المركز الرابع اجد اللي حضرت في هذه
هذه اللحظات وقت لعلي بن عبد الله بن فهد بن براك المري مقدما لنا وقت على المركز الرابع. أما خامس الأسماء شعار آل بوسعيد الخيارين، من يقدم لنا الجزيرة؟ محمد بن سعيد آل بوسعيد الخيارين. ولكن العودة، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى بن ذروة. بن ذروة يا خطير، بن ذروة يا كبير، بن ذروة يا صاحب الأمجاد، بن ذروة يا كاتب التاريخ، بن ذروة يا من سطرت اسمك بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ. يقدم لنا العنود من تحضر في هذا المحل وتبحث عن النقطة الثالثة لها في هذا الموسم، صاحبة نقطة في المحلي الأول وفي المحلي الثاني، تعود في هذا المحلي الثالث والثالث ثابتة يا بن ذروة. ولكن وعد، وعد حضرت على الوعد ليتقدم في هذه اللحظات بن حفار. ومرحبا للخيارين على المركز الثالث، الكيل الأخير، الكيل الكبير، الكيل المثير. ولكن العنود، العنود، العنود. ولكن هنا وعد غيرت وعد وانطلقت في هذه اللحظات من الجانب الآخر، عادت مرحبا من جديد، وعاد الخيارين لكم من جديد. يقدم لنا مرحبا منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. يا سلام يا سلام. ولكن وعد والأمتار الأخيرة والواصلة في هذه اللحظات طرب خليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني. ولكن وعد، وعد يا بن حفار، بن حفار طار، طار، طار مع وعد طار. الله 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 الله. سلام يا بن حفار، سلام. هنا محمد بن حمد بن هادي بن حفار المري. يا سلام، تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك وعد. هنا من قدم وعد، محمد بن حمد بن هادي بن حفار المري، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني وصلت طرب لخليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني. المركز الثالث حضرت العبور حمد بن علي بن جابر السهاب بن سالم الحنزاب. المركز الرابع حضرت ميرال لفيصل بن شفيع بن سعيد الفهيدة المري. المركز الخامس حضرت مرحبا لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. اذا تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك وعد محمد بن حمد بن هادي بن حفار المري. التوقيت الزمني لحظة وصول وعد الى خط النهاية 8 دقائق بدون ثواني، 99 جزءا من الثواني. بينما جاءت في المركز الثاني وصلت على ثاني الأسماء طرب خليل بن عبد الهادي الشهواني الهاجري. 8 دقائق و2 ثانية و67 جزءا من الثواني. بينما جاءت في المركز الثالث العبور لحمد بن علي بن جابر بن سالم الحنزاب، 8 دقائق 3 ثواني 5 أجزاء من الثواني. تهانينا تهانينا وألف مبروك للجميع.